مشاهدي الكرام أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الجديد اتجاهات. وكما يعكس ذلك الاسم الذي اختير له بوضوح اتجاهات، إنه برنامج حواري أسبوعي نريده أن يكون منبرا جامعا نسعى فيه إلى أن نلامس هموم الأمة تشخيصا وشرحا بهدف الوصول إلى طرح حلول قوية تمكن من النهوض بالمجتمع في كافة المجالات دينيا اقتصاديا وتربويا، وهو محاولة متواضعة لإيجاد منبر فكري يستطيع حملة الثقافة العربية الإسلامية بالسنغال من خلاله التعبير عن رؤاهم وطرح تصوراتهم إسهاما في المصير الوطني المشترك باعتبارهم شركاء في الوطن، وينتظمهم طيار كبير يمكن أن يثري التجربة المشتركة. وتقوم المنهجية الإعلامية والفكرية على أن يكون البرنامج مفتوحا على جميع الطيارات والمشارب، يدعى إلى المشاركة من نظن فيهم الأهلية الفكرية أو التجربة الفنية لمناقشة ما يقع على الساحتين الداخلية والخارجية من مستجدات. مشاهدي الكرام، هذا تعريف بسيط ومختصر أردنا أن نقدمه حتى تتضح الرؤية لنا جميعا، وعليه تعالوا معنا نلقي نظرة سريعة على نقاط وأسئلة هذه الحلقة، وهي في الحقيقة الحلقة الأولى لبرنامجكم اتجاهات، وتتعلق بذلك الكتاب الذي صدر في آونة الأخيرة بعنوان القرآن والثقافة اليونانية للمؤلف الأستاذ الجامعي عمر السنغري. ولمناقشة هذا الموضوع معنا في الاستديو ضيفان عزيزان، فحي بنا نرحب بهما. معنا السيد الأستاذ الدكتور محمد سعيد به باحث، أهلا يا دكتور. أهلا وسهلا بكم محمد. ومعنا الأستاذ الإمام حسن سيك باحث وكاتب ومترجم، أهلا وسهلا بكم يا إمام. أهلا وسهلا ومرحبا. مشاهدي الكرام، السؤال الأول الذي يفرض نفسه علينا عند السماع عنوان الكتاب كالآتي: من هو الأستاذ عمر السنغري؟ محاولة للحصول على الجواب على هذا التساؤل، هيا بنا إلى ضيفينا. دكتور، أهلا وسهلا بك مرة أخرى، هذا هو سؤالنا الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنهني الأخ محمد على هذه التقدمة الجيدة وعلى بداية هذا البرنامج الذي نرجو أن يكون برنامجا واسع الآفاق ممتدا الجذور حتى يكون مستوعبا جامعا لقضايانا، ومنبرا يتطارح فيه أهل الفن فنونهم. بالنسبة للكتاب، وطبعا سنعود إليه، ومن حيث المؤلف، طبعا المعلومات المتوفرة عندنا وحسب الاطلاع الشخصي، فرجل جامعي يدرس في كلية الآداب ومتخصص في الثقافة والفكر والحضارة والرومانية والإغريقية وما شابه ذلك أو ما يتعلق بذلك، لكن من حيث الانتماء الفكري فرجل ينتمي إلى مذهب فكري نعتبره في الواقع صادما للمدرسة الإسلامية الفكرية. ما شاء الله، تفضل يا إمام. شكرا. فضلت الأستاذ المخضرم بثقافتك الواسعة وبلغاتك المتعددة، فحبا منك للغة العربية فقد جعلت هذه الحلقة بها.
وإذا كان بإمكانك أن تكون باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية اللتين تتقنهما إتقانا يخجل أتباع هاتين اللغتين. فهي حلقة تشكل إن شاء الله أولية، وكان ينبغي أن تطرح على الساحة السنغالية نظرا لعوامل كثيرة ترجع إلى قدم اللغة العربية ورسوخها تاريخيا، وترجع أيضا إلى أن شريحة عظيمة من المثقفين تقدر بأكثر من 10% من الشعب السنغالي يتكلمون هذه اللغة. ولكن بما أن الله سبحانه وتعالى جعلك صاحب الفكرة وصاحب المبادرة وصاحب الهمة العالية، لعل انطلاقة هذه الحلقة كانت تنتظركم، فنشكركم على أنكم شرفتمونا باستضافتي، وخاصة مع أستاذي الدكتور محمد سعيد با الباحث العملاق والكاتب الدقيق والعميق، فقيه الأسلوبية العصرية كتابة وإنتاجا، مكون في المدرسة العليا لتكوين الأساتذة، له إسهامات ومداخلات في ندوات عالمية، ومن إنجازاته العلمية أنه ترجم كتاب رواية أمين كان لافانتور أمبيغي، ونشر حاليا في الكويت، وأصبح هذا الكتاب يثير الآن جدلا أكاديميا ساخنا هنالك، كما أثار هذا الكتاب جدل ثقافي ساخن هنا في السنغال. إذن شرف لي عظيم أن تشركني في هذه الحلقة، وشرف لي أعظم، لا أراني هل أستحق هذا، أن تشركني مع هذا العملاق. فيما يخص المؤلف، هو كما تفضل أستاذنا يحمل شهادات يفتخر بها ويطنطن بها بأنه مبرز مرتين في الآداب الكلاسيكية وفي النحو اللغة الفرنسية، ولكن الذي نستغربه كيف شخص حصل على هذه الشهادات يستخف بالمنهج العلمي، يستخف بالصرامة العلمية، يستخف بالضوابط التي يجب أن يكتب عليها حتى الطلبة في السنة الأولى الجامعية. هو ضرب عرض الحائط بهذه المواضعات وبهذه الضوابط كلها. لعل أيضا لكي نعرف هذا الشخص، لا نعرفه فقط من خلال شهاداته، أنا فقط أطرح سؤال: هل نحن الآن نحتاج إلى مبرز في النحو الفرنسي إلا أن يتغذى بالعفونات الفكرية الثقافية المتراكمة على عقله اللاواعي حتى يكون مثل هذا النموذج؟ هل نحن الآن نحتاج إلى مبرز في النحو الفرنسي أو نحتاج إلى متخصصين آخرين؟ ربنا هو ليس شرفا لتخصصه. وأيضا لكي نعرف الرجل، هو ينتمي كما قال أستاذنا إلى الفكر السنغوري. أنا أعترف صراحة أول مرة تابعته كان في عبر إحدى الإذاعات المحلية، لو لم أسمع اسمه لا أتصور أنه مسلم، نظرا لغرابة الأفكار وشذوذ الأفكار التي كان يطرحها. فكي نعرف هذا الرجل أيضا، في سمات لشخصه، مثلا يجرأ أن يتحدى المستعربين في السنغال ويقول بأنه يعرف العربية ربما أكثر منهم. فأقول بكل صراحة، هذا تحدي أبله،
هذا التحدي الصبياني يدل على شخصية هشة وغير متماسكة لهذا الأستاذ الجامعي. أنا متأكد لو دعي ليدافع عن أفكاره وعن كتابه باللغة العربية لا عجز عن ذلك. فهو إذن يقول بأنه كتب أطروحته حول الجرجاني ويتحدى المستعربين ويقول بأنهم لا يعرفون من هو الجرجاني. أظن مثل هذه السبيانيات أيضا تساعدنا على معرفة من هو الرجل. ناهيك أنه عرض أمراضه ومشاكله المالية في وسائل الإعلام. أظن أن أستاذا جامعيا رصينا يحمل هذه الشهادة لا يمكنه أن يعني يصل به الإسفاف إلى هذه المستويات. إذا نعرفه من خلال شهادته، لكن ممكن أن نعرفه أيضا من خلال مواقفه. فبالخلاصة من هو عمر السنغاري؟ نعم، هو كما قال أستاذنا أستاذ جامعي حصل على شهادة التبريز في الأدب الكلاسيكية وفي النحو الفرنسي، وهو من أتباع ليبول سيدار سنغور فكرا ومنهجا. نعم هكذا، هذا هو السؤال الأول. في جامعات أفريقية كثيرة وفي جامعات الذي طرحناه على ضيفينا، ولننتقل إلى السؤال الثاني، وهو أن المؤلف عمر السنغاري ورد في كتابه بأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن أميا، بل أنه كان يقرأ ويكتب، وأنه قرأ الكتب اليونانية وتثقف فيها وهو في الغار، وأن القرآن الكريم ليس إلا ترجمة للنصوص اليونانية القديمة. فماذا ترون في هذا الكلام يا فضيلة الدكتور؟ طبعا في تصوري أن هذا الكتاب كتاب القرآن والثقافة اليونانية الذي هو أمامنا هنا القرآن الكولتور غريك، فهذا الكتاب سوف أول شيء ما أتصفه في الكتاب إذا كان كتابا علميا هو المنهجية التي اتبعها وادعى الرجل أن يكتب بها، ثم المراجع العلمية التي اعتمد عليها لتثبيت أو لإعطاء مصداقية لما يطرحه من أفكار. فلما رجعت إلى المراجع وحاكمت الرجل إلى منهجته أو إلى المنهج العلمية في أبسط قواعدها كما قال الإمام حسن، فوجدت أن الرجل يخالف منهجه. لأن عندنا في البحث الأكاديمي وفي البحث العلمي عموما يقال بأنه إذا ثبتت كذبة واحدة في عمل علمي فالعمل كله ينهار. فنحن هنا وجدنا مثلا بسيطا فقط، الرجل يقول لك أنه لا يعترف بالسنة باعتبارها مصدرا، لكن لما أحوجت الحاجة أو ألجأت الحاجة إلى أن يستدلف بهذه القضايا رجع إلى السنة، ليس مرة واحدة ولا ثانية ولا ثالثة، ها واحد. اثنين، يتصفحنا الآن ست المراجع، لا نجد في الكتاب إلا مرجعين لا قيمة لهما، لا قيمة لهم أصلا في هذا الكتاب. إذا يكتب عن القرآن الكريم وأن تدوين القرآن وأن مسارات حفظ القرآن وأن ثبوتية القرآن، ثم أنت لا تملك أنا أعطيكم على سبيل المثال أنه ما مرجع هنا يقول لك الثعالبي. الثعالبي يا أخي الكريم ليس مرجعا علميا لا قيمة له أصلا في هذا الموضوع. والمرجع الثاني هو كتاب العطبي، العطبي لا لانغ فيفانت، اللغة الحية للعطبي، هذا كتاب يدرس الأولاد وحتى الأولاد ليسوا مستعربين، لا إنما الذين لا يعرفون اللغة العربية. إذا ببساطة الكتاب لا قيمة له من الناحية العلمية، لا نتكلم عن الذي ورد فيه أمية رسول صلى الله عليه وسلم أشياء أخرى، لكن من الناحية العلمية بحتة الكتاب لا قيمة له. والآن هذا الكتاب ليس منقطعا، إنما هو امتداد لسلسلة طويلة، وبدأ أيام تنزل القرآن الكريم، وبدأ قبل ذلك ماء الرسل والأنبياء حتى تساءل القرآن أتواصوا به بل هم قوم طاغون
في سورة الطور. إذن فهذه الوتيرة المتساعدة للطعن فيما نزل من السماء عملية مستمرة، هي مجرد حلقة بسيطة وضعيفة كذلك من حلقات سبقتها. وعليه فلا يستطيعون أن يقولوا القرآن كذب وليس من الله، لكن إنما يأتون بنصف الأسس والركائز التي يقوم عليها هذا الكتاب وما حول هذا الكتاب. فعلى سبيل المثال نحن الآن لو قبلنا بأن الرسول كان يكتب ويقرأ، فببساطة نقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال القرآن الكريم حكى لنا يقول اكتتبها وهي تملى عليه بكرة وأصيلة، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها. فالرجل هنا ثبت الأساطير في القرآن وكأن الأساطير لا، القرآن الكريم جاء لنصف الأساطير ليقول لك لنقص عليهم نبأهم بالحق أحسن القصص. فهذه المنهجية القرآنية الصارمة في إثبات الحقائق حتى تحدى البشر، قال فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله نوجد فيه اختلافا كثيرا. إذا الكتاب لا قيمة له من الناحية العلمية، والكتاب عنده هدف ليس هدفا علميا، فهذا يكفينا. هذا إن شاء الله سوف نصل إلى هذا السؤال. فضل يا إمام. كما قال أستاذنا كنت أتحدث معه الآن فقلت له هذا الكتاب يستحق أن يسمى ديوان أو كتاب الحماقات، كتاب تجديف وافتراء وحماقات، يستغرب صدوره ممن يقال عنه بأنه أستاذ جامعي مبرز. إذا رجعنا إلى الكتاب تجد فيه غرائب وعجائب، الأمثلة لا تأتي عليها، لا يأتي عليها الحصر، أخطاء في تاريخ تدوين القرآن حتى المستشرقون الأصلاء ما تجرأوا على ما تجرأ عليه هذا الرجل، لأنني لم أرى من المستشرقين من يعاند معاندة هذا الرجل في تاريخ إثبات القرآن. لم أجد من المستشرقين من كشف عورته وعواره في جهله بتاريخ العلوم القرآنية كما فعل هذا الرجل. فنعطيكم مثالا، هو يتجرأ على أن يقول مثلا بأن سورة اقرأ سورة العلق هي السورة الخامسة في الترتيب الزمني لنزول السور القرآنية، لا هي السورة الأولى، يعتبر السورة الأولى، وأن سورة الفاتحة هي السورة الخامسة. ثم يستنتج الرجل على هذا استنتاجا عجيبا فيقول حسب يعني منهجي العلمي هذه السورة لا يمكن أن تكون السورة الأولى. لماذا؟ قال لأنه ذكر فيها أمر الصلاة، مع أن الصلاة فرضت في سنة العاشرة بمناسبة حادثة الإسراء والمعراج. فجهل الرجل هو أننا عندما نقول بأن السورة الأولى أي باعتبار آياته الخمسة الأولى، فهو جاهل. ثم يبني على هذا الجهل كلام كله جهل، والكتاب كله على هذه الشاكلة. مثلا كلمة حواء هو يقول سا رانفوا او في دو تومبي او على ديشيانس. الرجل خلط بين هو وحواء،
حروف الأبجدية ما فهذا الرجل هذا الكتاب لا 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 يمكننا إلا أن نسميه ديوان الحماقات والجهل الفاضح ما شاء الله جزاك الله خير نعم. يا إمام شكرا الآن يعني قد اقتربنا إلى نهاية هذه الحلقة ونريد منكم أن تعطونا النصيحة كالنصيحة موجهة للأمة الإسلامية كيف يتعاملوا بمثل هذا الكتاب وبمؤلفه يا دكتور فضلوا أولا الإنسان المسلم يجب أن يصنع الحدث ولا ينتظر أن يكون ردا فعليا هذا منهج خاطئ ثانيا أننا نستثمر الحدث استثمارا عقلانيا ثالثا نحتاج إلى أن نعرف أن مجتمعنا يحتاج إلى هذا الفكر النير فإذا لم نعطيه هذا الفكر النير سيعطي الآخر وأخيرا الرد يجب أن يكون ردا علميا هذا هو صحيح أن هناك من يحتاج إلى الجانب العاطفي الشحونات العاطفية في المساجد في المحاضرات لكن الذي نحتاج إليه في الواقع هو أن يصدر عمل علمي جاد يقول للناس ليس ردا على الرجل لأن هذه الصورة صحيحة فمن استطاع أن ينقضها فلينقضها إذن أنا مع الدكتور في ضرورة أن يكون الرد ردا علميا لأنني أقول بأن الرد أو النقد فن خطير إذا ضعف يكون تقوية للذي يرد عليه أو للذي ينقد فليتم هذا على منهجية علمية وهو أمر سهل هذين المثالين اللذين أعطيتهما من بين أمثلة كثيرة من يماري فيها أخطاء واضحة أوضح من الشمس في رابعة النهار وإن شاء الله تلك الردود في الطريق كتابة وإن شاء الله مشاركة في حلقات نقاش حتى يتحقق فيه قول هذا الشاعر كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يوهنها وأوهى قرنها الوعيد سيكون مصيره مصائر من سلكوا هذا المسلك أن دفنوا أنفسهم في مزبلة التاريخ فأنا الآن لما قرأت الكتاب واكتشفت هذه الأخطاء الآن أشك شكا عميقا هل هذا الرجل يعرف اللغة العراقية هل هذا الرجل يعرف اللغة اللاتينية لأن من أولى مواصفات العالم الإغريقي التواضع سقراط إميدير أسيديسيبل تسكي جيسي سيدي جيسي أبسوليمون كنا ننتظر مثل هذا التواضع الثقافي من هذا جزاك الله خير ومشاهدي الكرام وهكذا نقول قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم اتجاهات ونشكركم على حسن متابعتكم كما نشكر الضيفين العزيزين الدكتور محمد سعيد باحث والأستاذ إمام الحسن سك باحث وكاتب ومترجم ونشكركم على طلبيتكم لهذه الدعوة وإلى أن نلتقي بكم في لقاء قادم يتجدد معكم في رحاب برنامجكم اتجاهات على شاشة أفريكا سيت نستودعكم الله ونسأله لكم السداد حيثما توجهتم والسلام عليكم ورحمة الله وإلى اللقاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة
لغت تسمية الأنس وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم